أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذن في إطار دروس مستوى السادس ابتدائي لمادة الفرنسية، إذن غنشوفو درس في production de l'écrit mettre en ordre un texte à caractère narratif unité 1 semaine 1 et 2. إذن الوحدة الأولى المستوى يعني الأسبوعين الأول والثاني. بالنسبة لهذا الدرس فهو مأخوذ من كتاب Parcours en français للمستوى السادس ابتدائي والصفحة 25 يعني page 25. إذن بالنسبة للبرودكسيون دو ليكري هي مرحلة أنك تعرف تعبر، وبالنسبة لهذا الدرس فهو ميتر أون أوردر أن تيكست أ كاركتير ناراتيف، يعني أرتبو تيكست ذات طابع حكائي سردي، يعني كيحكي لنا شي حاجة. أوكي، أول حاجة جوبسيرف إي جو ديكوفر، إذن ألاحظ وأكتشف. عندنا كولون أ وكولون بي، كولون أ في واحد تيكست وكولون بي في واحد تيكست. أوكي، إذن هنايا أو ديبيو لا فول هي حاجة ديال الناس بزاف، إيكوتي كيسمعو واحد سيلونس واحد الصمت، بصمت كيسمعو شي حاجة شوية بونك، يعني بون كوتيم هي العادة الجيدة. أوكي، وهنا أنسويت أون سورد شامر شوية ويتنوض واحد الضجة يعني مملة في جميع الأحياء إكسيتيرا، يعني كيحكي شي حاجة. من اللي كيهمنا في هذا هو الشكل ديال النص. إذن عنبداو، Combien y a-t-il de phrases dans chacune de deux colonnes? بعد شنو هي لا فراز؟ لا فراز هي الجملة. وشنو هي الجملة؟ لا فراز سي ان انسومبل دي مو كي بورت ان سونس، يعني مجموعة الكلمات اللي كنجمعوهم باش كنرتبوهم باش كيعطيونا واحد المعنى. ما يمكنش نجيب كلمات اوكي ونجمعهم نقرر عندي جملة يعني اما كانش مفهومين وما كانش عندهم معنى. والجملة باش كتبدا بحرف كبير يعني ماجوسكول وكتالي بوان بالنقطة. اذا حنا نحسبوا شحال من جملة كاينة في كل كولون ا، يعني في كل تيكست. نشوفوا كولون ا، قلنا الجملة كتبدا بماجوسكول حرف كبير وكتسالي بنقطة. اذا غنشوفوها البداية ديالها اوكي تال هنايا ها الجملة الاولى، مي انسويت ان سورد، اذا هنا ماجوسكول تال اوكي النقطة. ها الجملة الثانية، اذا ماجوسكول تال اخر التكست يعني ها الثالثة، يعني هنا عندي 3 فراز. نمشي للتكست الثاني كولون بي سكري ايتي اكسيتيرا، اوكي غنمشيو ها النقطة ها الجملة الأولى، إذا غنمشي كذلك الثانية ها الجملة الثانية، ونمشي كذلك ها الجملة الثالثة. إذا كان عندنا شحال من فراز؟ عندنا 3، إذا عندنا 3 فراز ونعمل اس في الاخر حيت عندي بزاف. اسكو لي فراز دو لا كولون ا سون لي ميم كو سي دو لا كولون بي؟ اذا قال لك واش الجمل اللي كاينين في لا كولون ا هما نفس الجمل اللي كاينين في لا كولون بي؟ اذا غنشوفو ونقررو واش وي او نو. اذا ما كيكون عندنا السؤال اسكو غير عقلوا عليه مزيان، راه كيكون الجواب اما وي ولا نو. اذا هنا غنشوفو او ديبي لا فول ايكوتي، اذا هاد الجمله اللي كاينه هنايا هي هادي. اوكي très bien. غنشوف الجمله الثانيه، مي انسويت ان سورد، ها هي هاد الجمله اللي كاينه هنا هي هادي. اوكي اوكي غنمشيو الجمله الثالثه سوكري اكسيتيرا، هاد الجمله اللي كاينه هنا هي هادي. اذا نفس الجمل اللي كاينين في لا كولون ا هما اللي كاينين في لا كولون بي. اذا غنكتبو اسكو سي وي. اوكي alors quelle différence y a-t-il entre le texte de la colonne A et le texte de la colonne B؟ اذا بالنسبه لوردر دي فراز يعني الترتيب ديال الجمل اللي كاينين في لاكولون، شوف الترتيب هنا بادين بالترتيب شكل وهنا كاين ترتيب شكل، يعني الترتيب اللي كاينين في لاكولون ا ماشي هو الترتيب اللي كاين في لاكولون بي. اذا غنكتبوا لوردر دي فراز، لوردر اذا شنو نقصدوا بلوردر؟ هو الترتيب. لوردر دي فراز دو لاكولون دي فراز دو لاكولون ا، دو لاكولون ah c'est pas le même ordre dans la colonne B. C'est pas le même ordre et dans l'ordre des phrases de la colonne A c'est pas le même ordre OK des phrases de colonne B. C'est OK et dans كتبنا l'ordre des phrases de la colonne A c'est pas le même ordre des phrases de la colonne B. Des phrases de la colonne B. إذن de la colonne B يعني الترتيب اللي كاين في لي فراز ديال لا كولون A ماشي هو نفسو اللي كاين في كولون B. إذن l'ordre des phrases de la colonne A c'est pas le même ordre des phrases de la colonne B. Très bien. إذن غنمشيو سو 4. Dans quel texte les actions sont-ils présentées dans l'ordre chronologique؟ إذن شنو قالوا لنا؟
Dans quel texte les actions sont-elles présentées dans l'ordre chronologique? J'ai suffi ta réponse. Alors, je n'aurai le nom, je n'ai pas. يعني الجمل اللي محترمين الترتيب المنطقي وعت يعني تبرر الجواب ديالك. اذا نرجع اقرينا هنايا بالنسبه للتكست الثاني، بادين بسكري هذا يعني ما هنايا شنو بادين؟ بادين بو ديبي يعني في البدايه، من بعد انسويت، من بعد يعني النهايه، يعني كاين ترتيب منطقي بالنسبه للجمل، يعني هما يعني باش كنعرفهم بهاد لي زيكسبرسيون بهاد العبارات، او ديبي في البدايه، انسويت من بعد، اكسيتيرا. يعني مستعملين اشنو مستعملين؟ مستعملين دي كونيكتور لوجيك، اوكي، مستعملين دي كونيكتور لوجيك يعني باش كيربطوا الجمل. اذا دونك كيل تيكس؟ اذا تيكس دو كولون ا. اذا تيكس يعني قال لك شنو هو التيكس اللي يعني الجمل مرتبين، يعني مرتبين بصح، مرتبين على حسب التسلسل المنطقي. اذا هو تيكس دو كولون، دو كولون ا. دابا نعطيهم التبرير. اذا نعطيهم التبرير، اوكي، ممكن انا اعطيكم الجواب ولكن ممكن تستعملوا غير عبارات بسيطه على حسب، اوكي. يعني تيكس كولون ا، يعني تيكس كولون ا يوتيليز دي كونيكتور لوجيك. الوغ تيكس كولون ا utilise des connecteurs logiques, ok. كاين غتعملهم امثله او ديبي، ensuite يعني الترتيب، يعني كنقولوا في البدايه، من بعد، à la fin، في النهايه، etc. دوك يتسموا دي كونيكتور لوجيك. هنايا عندنا هادو ماشي مرتبين منطقيا، سكري يعني هادشي جيت نقرينا ماشي مرتب منطقيا، وماشي مرتب هذا كولون ا هو اللي مرتب منطقيا. اذا نمشي السؤال الثاني، جو مانيبول اي جو ريفليشي. اذا بالنسبه جو مانيبول اي جو ريفليشي، جو مي اون اوردر لو تيكست سويفون ان ايكيفون لي نيميرو 1 2 3 4 دون لي كاز كي كونفيان. اشنو قالوا لنا؟ نحاول هاد الجمل عندنا ماشي مرتبين، عرتبوهم من واحد ربعه. اذا اون لور ا ميم اتريبيي لانفونسيون دو سي سيونس، يعني ساهموا يعني في اكتشاف او باختراع العلم. اي سانتيغاس كانوا كيهتموا خصوصا بالجبر، سي او ايغالمون كان لهم فضل كذلك في اكتشاف التطبيقات الاوليه في الهندسه. ليتود يعني دراسه الرياضيات كانت اكثر انتشارا عند العرب. اذا ما كنجي نبدا شي تيكس، ما يمكنش نبدا بلي برونون اون ايل سي، خصنا بعدا نعرف علاش كنهضر. اذا المنطقي اني نبدا بهذه الجمله هي الاولى، يعني ليتود دي ماتيماتيك ايتي تري ريبوندو شي لي زاراب. اذا كانت اكثر انتشارا عند العرب، هما اللي ساهموا في اكتشاف او اختراع هذا العلم. اذا هذه هي الثانيه، اون لوغ امام. من بعد ما نعملش ايغالمو، هاد ايغالمو يعني كذلك خاصة تجي معاه شي جملة قبل منها. إذا غنبدا بهادي، إي سانتيغاس سيغتو أ لالجيبغ. إذا سي أ أو ايغالمو كي سون دو لي بخوميييغ أبليكاسيون دو لا جيومتخي. إذا هي الرابعة، إحنا رتبناهم. إذا غنمشي جو برودوي. دابا أنا عنتج يعني تكست نص متكامل بالترتيب ديالو، يعني محتربة، يعني كنهضر على التكست نغاتيف، نص سردي محترمة الروابط المنطقية والتسلسل السردي للأحداث، أوكي؟ Nous avons fait les belles promenades de bord de Nil. يعني عملنا جولات بجانب النيل. دوزنا une semaine au Caire. Nous avons passé une semaine au Caire. يعني دوزنا واحد أسبوع في القاهرة. L'été dernier, mes parents et moi sont partis en voyage en Égypte. يعني أنا والوالدين ديالي مشينا لمصر. Nous avons aussi visité كذلك زرنا الأهرامات. À votre avis, باش عنبداو؟ يعني قلت لكم كيما كنقول لكم ديما، ما عندناش شي حاجه فيها نو اكسيتيرا. شكون حنايا نو؟ يعني ديما ما كنبدا التكست خاصني بعدا نهضر على هذاك الفاعل، من بعد راه كنبدا نعوضو بضمير. ما يمكنش نبدا بالضمير هو الاول، نقول هو مشى فحالو اكسيتيرا. وشكون هو؟ هو خاصني بعدا نحدد شكون هو هو. اذا خاصني نبدا بهذا الحدث، ليتي ديرني مي بارون اي موا سون بارتي اون فواياج اون ايجيبت. اذا غنكتبو هنايا ليتي. اذا في الصيف، ليتي dernier, ok, mes parents et moi, ok, sommes partis fin China, China l'Égypte, China le Masr, China en voyage, ok, en Égypte. اذا هذا هو اول حدث، اذا اول حدث في السرد الحكايه او سرد السفر، يعني كيفاش دوز السفر.
اوكي فاصله، ممكن نعملوا شي رابط منطقي. اوكي اشنو دوزنا؟ نو نحن، يعني ديجا هضرنا انا والديا، يعني نحن نوزافون باسي اوكي اون سيمين اوكير اون سيم اون سيمين اوكير، يعني في القاهره. فوالا اوكي. اذا ابخي شنو عملنا؟ من دوزنا اسبوع في القاهره. اش فين مشينا؟ اوكي نوزافون اوكي نوزافون في دي بيل برومناد فين، يعني دوزنا برومناد فيش او بور دو نيل. او بور دو نيل غنقول لكم علاش بدينا بهادي وما بديناش بهادي. اشنو قلنا؟ نو زافون اوسي كذلك، يعني ممكن نقول كذلك سافدير قال كذلك زرنا، يعني راه زرت شي حاجه عدا كذلك. اذا عمدة بهادي الاولى ما كتكون اوسي، راه يعني كتكون جمله قبل منها، هذا راه رابط منطقي كونيكتور لوجيك. اذا عمل فاصله وغنكتبوا نو زافون اوكي وكملوا نو زافون اوسي فيزيتي وكملوا الجمله ومن تساليو النقطه. اوكي نو زافون OK. L'été dernier, mes parents et moi sont partis en voyage en Égypte. Nous avons passé une semaine au Caire. Et là, nous avons fait des belles promenades au bord de Nil. Nous avons aussi, كما قلت لكم، علاش بدينا بهادي عاد من بعد هادي؟ لان عندنا aussi رابط منطقي، يعني وزرت كذلك، يعني زرت شي حاجه قبل وزرت كذلك. اذا عمدة بهادي الاولى عاد هادي هي الثانيه. اذا كملوا الجمله فيزيتي لي بيراميد وعملوا النقطه من تساليو يعني الفقره ديالكم. اذا بهذا نكونو سالينا صفحة 25 من كتاب باركور اون فرونسي. نتمنى نكون فدتكم بهذا التصحيح. شكرا وإلى اللقاء.